قاسم الخير هو واحد الكلوب سوسيال كيجمع دي زليف انجينيور من المدرسه الوطنيه العليا للكهرباء والميكانيك. احنا كرينا هذا الكلوب باش اننا نحاولوا داك لو سافوار فير ديالنا اللي كنتعلموه الستاتيو اللي عندنا نحاولوا اننا نعاونوا ناس فئات مختلفه. كنديروا دي زيفينمون اللي كيستهدفوا فئات مختلفه من المجتمع كما هذا النهار هذا اللي كاين عندنا ايفينمون ديال لا كيرميس اللي غيستافدوا منه هما الدراري ديال واحد لوغفيلينا بشراكة مع جمعية الوئام للتنمية الاجتماعية. اليوم كنظموا لا كيرميس ديالنا، جاو عندنا وليدات اورفلينا من جمعية الإحسان. غادي نديرو بزاف ديال لي زاكتيفيتي منهم لي جو غونفلاب، لي جو دوبستاكل، دي جو دو فوت، عندنا انيماسيون بالكلون. دونك غادي نحاولوا ندوزو مع الوليدات النهار ديالنا كامل وان شاء الله يدوز كلشي مزيان. حنا كوم كلوب انسان الخير كنحاولوا نظموا بزاف ديال الحاجات ونحاولوا نعاونوا الماكسيموم ديال الناس ونحاولوا نفرحوا بزاف ديال الناس. الاطفال سورتو اليتامى، واحد الاطفال اللي زعما من واحد الفئه اللي خصنا كاملين نفكروا فيهم. دونك حنا اوطونكو اليف انجينيور في هذا لو كلوب هذا بيان سور غيكون اولويات ديالنا اننا نفكروا في هاد الوليدات ونجيبوهم وندير لهم ايفيرمون فحال هذا. غير لو فيت ديال انك شفتي في وليد صغير جاي فرحان وباغي غير يتفرج وغير ديك الضحكه معاه وكيفاش فرح، حنا صراحه بكينا وبقى فينا الحال. دونك اي واحد كيفكر انه يتخلى على ولده ولا واحد من عائلته راه فريمون مش غادي نقول خصي يعيد النظر في هذا الشيء. ونبغي نقول شكرا بزاف للناس اللي كيتبناو الوليدات وكيتهلاو فيهم وكيفكروا فيهم كيديروا دي زيفيرمون فحال هكا. العقبات اللي عندنا هو دائما كتحتاج اللي يعاونك، اللي يعاونك سواء معنويا سواء زعما سبونسور تو سكي زعما كوتي فلوس. ما نكذبش ونقول انه ما كاينينش الناس اللي كيعاونوا، كاينين بزاف ديال الناس كيعاونوا، خصهم غير يثيقوا. ربما المصداقيه ديال شي وحدين ما كايناش، بي خصهم غير يثيقوا فيك راه كاينين اللي كيعاونوا. دونك خصهم يثيقوا في الناس اللي كيديروا ويحاولوا اذا اي واحد عنده بوسيبيليتي يعاون يعاون باش ما كان.